اذا بالنسبه للنوع ديال التصريح، نوع كيميائي درنا غادي نشوفوا هنايا الوسيله المستعمله في التصريح. هناك عده وسائل، اذا بالنسبه لكم كاين في المقرر التسخين بالارتداد، اذا شنو كنقصدوا بالتسخين الارتداد. اذا الاسئله اللي كتعطى غالبا في الكيمياء كيقول لك حدد البروتوكول التجريبي للتسخين بالارتداد، يعني وريني الماتيريال اللي غادي نخدم به في تسخين الارتداد. اذا اولا تعرفوا على البروتوكول التجريبي عشان نفهموا التجربه ديال الصنعه. اذا البروتوكول التجريبي اش كنحتاجوا؟ كنحتاجوا لمسخن كهربائي، مسخن كهربائي. لاحظوا انه غالبا ما بقاوش الكيميائيين اللي كيتعاملوا بداك المسخن ديال الغاز، اذا موقد بيسير الى اخره. اذا كنفضلوا مثلا مسخن كهربائي، اذا وكتكون هنايا حوجله، اذا كتقول حوجله. ثم كتحتاج لهذا المحلول مثلا وسط تفاعلي اللي تخدم به، وسط التفاعلي. ثم شنو هي هذه الجعبه اللي كتشوفوا قدامكم؟ هذه كتسمى مبرد. غادي نشوفوا كل شيء باش صالح. ثم هناك شي حجيرات كيكونوا داخل الحوجله، اذا كتسمى حجر خفاف الى اخره. اذا الحجر الخفاف احيانا كتستعمل بعد الحبيبات ديال الزجاج، طرافي ديال الزجاج الى اخره. المهم خصو يستعمل واحد الوسط، واحد الجسم هنايا اللي ما كيتفاعلش مع هذا المحلول هذا. مزيان، اذا هذا هو التسخين بالارتداد، واش مفهوم؟ اذا هذا البروتوكول التجريبي ديالو. اذا نجيو نتعرفوا على كل باتيريال من هذول الصراحه. اذا مثلا المسخن، المسخن الكهربائي، شنو الدور ديال المسخن الكهربائي عامه في الكيمياء؟ هو الرفع من درجه الحراره. اذا كيلعب دور البوطه درجه الحراره، واش مفهوم؟ اذا بالنسبه للمبرد، اذا المبرد اشنو كيدير؟ لاحظوا هنايا فهاد المبرد هذا كنا شفنا حنا في عمليه التقطير كيكون مائل، ولكن هنايا راسي. وهنا كنديروا واحد التيو، غادي نشوفوا الفيديو ديال التجربه. اذا كنديروا هنايا دخول الماء البارد ثم خروج الماء كيكون دافئ او ساخن، واش مفهوم؟ اذا انتبهوا ملي كيتصاعد ليا انا البخار، غادي نمثل انا البخار باللون الاحمر، شوفوا شنو كيطرى ملي كيتصاعد البخار. باش داك البخار ما يمشيش ليا اش كنديروا؟ كنربط هاد التيو بواحد الروبيني كيدوز ليا هنا الماء بارد، كيدوز الماء بارد هنا كله، وبالتالي اش كيطرى لهاد البخار؟ يتكاتف، واش مفهوم؟ يتكاتف ليعود من جديد للمحلول. هذا داكشي علاش سماه التسخين بالارتداد، يتكاتف ويعود من جديد للمحلول. ثم هاد الماء اللي دخلناه هنايا اش كيطرى ليه؟ كيخرج، ولكن كيخرج سخون شويه. علاش؟ ملي جاب ملي اكتسب الحراره اكتسبها طبعا من هاد الانبوب اللي فيه هاد البخار طبعا اللي طلع. اذا المبرد اذا يقوم بعمليات التكاتف للبخار، يعني باش يرجع سائل. ثم اشنو الدور ديال هاد الحجر الخفاف؟ حجر خفاف حتى الاسم راه كيبان لكم ربما غريب، هو كيلعب دور محرك. لاحظوا هنايا كنتو كتشوفوا في الكيمياء محرك مغناطيسي، مثلا كتشد مثلا الإناء كدير واحد المغناطيس كتحرك واحد المحرك باش يحركو، ولكن هنايا كيفاش غنحرك أنايا هاد المحلول وهاد الحوجلة مسدودة من الفوق بسميتو بالمبرد، ومن التحت كاين المسخن الكهربائي مايمكنش نديرو المغناطيس؟ إذا كيفاش غادي ندير؟ أش كنديرو؟ كنديرو شي حجيرات، وحنا عارفين شفتو هادشي حتى في علوم الحياة والأرض، ملي كتسخنو شي محلول كيكونو تيارات ديال الرفع، تيارات الحمل الحراري عفوا، إذا كيدورو، وبالتالي هاد الحجيرات ملي كيدورو مع دوك تيارات الحمل الحراري كيتحرك ليا المحلول، إذا كيلعب ليا دور خلاط يقوم بخلط المحلول. باش يبقى ديما مخلط بخلط المحلول، واش مفهوم؟ اذا هذا هو البروتوكول التجريبي ديال التسخين بالارتداد. يعني غادي تعجبوا تقولوا كاينين كيفاش انه كيتبخروا كيرجعوا ثاني للمحلول، ولكن ما تنساوش ان هذه العمليه راه مهمه جدا في بعض المحاليل لاستخلاص واحد النوع كيميائي معين. اذا فقط تسخين المحلول كيبرد كيتلقى مع الماء ديال المبرد كيتكاتف كيرجع عاوتاني كيطيح في المحلول، عاد كنديرو استخراج النوع الكيميائي. اذا هنايا كتجي مرحله ديال الاستخراج، كيفاش غنستخرج النوع الكيميائي اللي بغيت؟ اذا استخراج النوع الكيميائي،
اذا ملي كنبغي انا نستخرج نوع كيميائي، لاحظوا هذا البروتوكول التجريبي كيستمر مثلا نصف ساعه او ساعه مثلا على حسب المحلول وعلى حسب التجربه اللي تدارت. اذا وملي كنساليه، اذا كنساليه وكنحيدوا هذا المبرد، كنشدوا هذا المحلول، دابا خصني نخرج ذاك النوع الكيميائي اللي بغيت انا نصايب. اذا باش نخرجوا من هنايا هناك طريقتين، هناك استعمال المذيب. هاني دابا حيدت هادشي كله، رجع كنشد هاد الحلول، استعمال المذيب. اذا اشنو كيدير ليا هاد المذيب؟ مثلا انه كتزيد مثلا واحد السائل هنا، كيطرى ليا واحد الذوبان، كيتعزل ليا واحد الطاور مثلا عضوي، مثلا واحد الطاور، مثلا واحد لافاز كتكون عضويه، طاور عضوي، ومثلا طاور مائي. كنشوف شكون اللي غادي يطلع على الاخر، اذا على حسب الكثافه ديالهم. ثم انا هذا كنتسنى حتى كيطرى عمليه التصفيق، يعني الاخر كنشوف شكون اللي غيركب على الاخر. ديك الساعات كنعزلوا هذاك الطور اللي بغينا وكنتخلصوا من الطور المائي، يعني غالبا كنكونوا بغينا الطور العضوي كنحتاجوا فيه داكشي اللي بغينا انطلاقا من عمليه التصفيق الى اخره. كذلك هناك تقنيات اخرى، استعمال التقطير المجزأ. اذا مثلا انا تقطير المجزأ، مثلا انايا اشنو عندي؟ عندي واحد المحلول حصلت عليه، هذا المحلول حصلت عليه هو انتبهوا فيه واحد النوع اكس بغيتو، واحد النوع اكس، هاد اكس انا عارفه مثلا كيتبخر في درجات مثلا 30 دوغري، هاد النوع اكس مثلا نفترض ان هاد اكس كيحتاج ل 30 دوغري، ولا نديرو كاع شي رقم كبير نقولوا مثلا 80 دوغري، كيحتاج 80 دوغري باش يتبخر. اذا شنو كنديروا انايا؟ مثلا كندير المسخن ديالي الكهربائي، كندير واحد المحرار باش نعرف درجه حراره الماء فين وصل، كنتسنى. اذا ملي كيوصل ليا 80 درجه بالضبط، اذا كنعرف انا داك كيبدا كيتبخر ليا داك النوع اللي محتاجه انايا. ديك الساعات كندير واحد الانبوب باش نعزل هذا البخار، وبالتالي ندير عاوتاني عمليه ديال التبريد باش نحصل في نهايه المطاف على قطرات ديال داك النوع اكس اللي محتاجو ونعزلو بوحدو. وشوفو اذا باش نفهمو اكثر هاد التجربه غتشوفو في الجانب في الفيديو. اذا هادي شوفو هنا في الجانب واحد الفيديو كما تلاحظون هنا باستعمال التسخين بالارتداد، يريدون استخراج او صنع اسيتات اللينالين انطلاقا من اللينالول و ادريد الايثانويك. اذا من اللينالول و ادريد الايثانويك بغا يستخرجوا اسيتات اللينالول، كنلاحظو هنايا طبعا شوفو التقنيه التسخين بالارتداد، ثم كينتظروا واحد المده كما تشاهدون، لاحظوا انهم في نهايه المطاف كيستخرجوا هذا المحلول كما كتشوفوا، وكيديروا تقنيات ديال المذيب. ثم بعد ذلك كيديروا عمليه التصفيق، كيستعملوا انبوب التصفيق، وفي نهايه المطاف كيحصلوا على المحلول هانتوما كتشوفوه في داخل الكاس ديالو. مزيان، ولكن الان باش هذا المحلول ملي كنخرجوه كتخصني واحد التقنيه باش نتاكد واش داك المحلول اللي خرجته واش هو اللي بغيت نصايب ولا لا. واش انا مثلا كنصايب واحد المنتوج غذائي، واش انا غادي نجي ونعطي للبشر نقول لهم ها هو مثلا فيتامين بي، ولا ها هو الكالسيوم، ولا ها هو الى اخره، نقول لهم هاكم كلوا؟ ما يمكنش. اذا كتجي مرحله التحقق، اذا هاد مرحله التحقق كيفاش كتكون؟ اذا مرحله التحقق كتكون بسيطه، اذا اما باستعمال التحليل الكروماتوغرافي، اذا الكروماتوغرافي عفوا، اذا التحليل الكروماتوغرافي طبعا مثلا انايا بغيت نصايب واحد النوع اكس، اذا كنجيب داك النوع اكس كنحطو هنايا، كنجيب هذاك اللي صايبت انا المنتوج كنحطو هنايا، ثم كنديرو طبعا في الاناء ديال التحليل الكروماتوغرافي، ثم كنخليه حتى كيتسرب داك الماء وكيطلع طبعا داك السائل، وكنشوفو فين طلعو. الا طلعو بحال بحال يعني راه التجربه ديالي عمليه التصنيع تمت بنجاح، يعني ان هذا الجسم اللي صايب ترى هو النوع اكس. الا ما طلعوش بحال بحال يعني راه فشلت التجربه، يعني راه كاينه شي حاجه تما ماشي هي هذيك، هي اللي صعبات في الفشل، وبالتالي هذاك النوع اللي حصلت عليه ماشي النوع اكس، خصني نعاود التجربه من جديد. كذلك يمكن التحقق كذلك من بعض المميزات الاخرى مثل الحراره، الغليان، او الكثافه، او الكثافه او غيرها من تلك المميزات التي شاهدناها في الدرس التالي. مزيان، وهكذا نكون سريت تصنيع النوع الكيميائي. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هذه الفقره مزيان، ما تنساوش تتابعونا في القنوات ديالنا، كذلك ما تنساوش ان تحضير الدرس راه كاين اسفل الفيديو. دمتم اوفياء، الى اللقاء.